تتصاعد استعدادات مفوضية الانتخابات والأحزاب والتحالفات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من شهر كانون الأول المقبل، وهي أول انتخابات محلية تجرى منذ 10 سنوات. وبحسب الأرقام الرسمية فإن 5915 مرشحا بينهم 4258 رجلا و 1657 امرأة يتنافسون على 275 مقعدا مخصصة للمجالس المحلية في 15 محافظة من عدا محافظات إقليم كردستان. أما فيما يتعلق بعدد الناخبين فتشير الأرقام إلى أن 27,234,000 ناخب هم في السن القانوني للمشاركة بالانتخابات، غير أن عدد البطاقات البيومترية يبلغ 17,095,000، بينها 15,859,000 موزعة، و1,236,000 بطاقة غير موزعة. ويبلغ عدد الناخبين النازحين 48,260 شخصا. أما مراكز الاقتراع الكلي فيوجد هناك 7,766 مركز اقتراع في عموم العراق، بينما يوجد هناك أكثر من 38,000 محطة اقتراع.